مرحبا بك بديع ومرحبا بكل متتبعي برنامج سي سبور بلوس على قناة كارتاج بلوس. ليلة مباراة نهائي الكأس العربية بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الجزائري. اليوم باش نحكيو على شاب قطري تعرف بحبه لتونس وبحبه للمنتخب الوطني التونسي وتشجيعه لتونس في الدورة هذه. عرفناه نحن كتوانسة بالستوريات نتاعو على الانستغرام اللي تنشرت، اللي شفناه في برشا مواقع التواصل الاجتماعي في برشا صفحات التوانسة. الشاب القطري يحيى اللي نلقاوها ديما موجود في المدارج ويشجع في المنتخب الوطني التونسي. خلينا اليوم نتعرفوا على يحيى عن قرب ونشوفوا شنو السر وراء حبه للمنتخب الوطني التونسي وراء حبه لتونس. اسمي يحيى العوال، عمري 33 سنة، ناشط على الانستغرام والسوشيال ميديا. يحيى، أنت بالانستغرام والسوشيال ميديا صرت معروف وصرت نجم في تونس. والله أنا يعني ما كانت النية الشيء هذا، ولكن بدأ الموضوع من تغطيتي لبعض مباريات تونس. واللي صراحة اللي عجبني فيها الموضوع الجمهور كان اللاعب رقم 12 في المباراة صراحة. لو الجمهور التونسي مش موجود البطولة ما تحس لها طعم. شنو السر وراء حبك لتونس وتشجيعك للمنتخب الوطني التونسي ووجودك في المدارس في كل مباراة؟ والله هو السر هو مش سر صراحة، هو تعاملي مع الأخ نصر الدين منصور. أخوي نصر الدين منصور تعرفت عليه هو عدو ما شاء الله عليه. نصر الدين يعني ما عكس إلا الأخلاق الطيبة لأهل تونس. كنت موجود في أكثر من مباراة مع الجماهير التونسية، كيفاش لقيت الأجواء في المدارس؟ والله يعني كلمة الجمهور نار مولع، هذه كلمة بسيطة يعني، لدرجة أن في واحدة من المباريات قررت أن أنا أروح بالمترو، لقيت الجمهور من قبل المباراة بساعتين يعني الأهازيج والأغاني وكذا من محطة المترو. يعني أنا لو كان في جائزة صراحة تمنح لأفضل جمهور تمنح للجمهور التونسي صراحة. والله في برشة طرائف يعني مش شوي أحكي. طبعا أي حد يدخل مثلا على الدايركت يعرف أن أنا ما أتكلم تونسي، فيستغل الفرصة ويبدأ يعني يعطيني كم من كلمة. فواحدة من الطرائف أن واحدة تكلمني تقول لي كلمة، فبحثت عليها في خريطة تونس ما لقيتها يعني، فظنيتها منطقة، آخر شيء طلعت فرشيطة. تقول لي يفكرون فكرت إنه يفكر thinking، طلعت في النهاية. والله أخي في واحدة من المتابعات على السوشيال ميديا تقول لي في أكلة اسمها أمك حورية، فظنيتها سبة يعني، فقلت لها أنت أمك حورية. فهذه يعني انا تعرضت لشيء اسمه الصدمه الثقافيه. تونس الجزائر يعني ما شاء الله انا شايف حتى الجماهير حابين بعض، يعني حاسس ان الخسران في المباراه ربح. كنت حكيت لي زاد قلت لي في المباراه الاخيره ضد المنتخب المصري شفت بعض المباراه حاجه حلوه وعجبتك من الجماهير التونسيه. لقيت ان يعني بعض الجماهير التونسيه قاموا ينظفون اماكن اللاعبين، ان غرشه الماء هذا اللي هي اللي تسمونها الدبوزه كانت مرمية على الأرض، فواحد قاعد ينظف وكذي وهذا. فكانت يعني هذه ردة فعل طبيعية تعكس أخلاق الناس الطيبين اللي عايشين التونس اللي عايشين عندنا في قطر. ما شاء الله عليهم، هذه هالأخلاق اللي تعودنا عليها.